النهار الاول اللي تكونت الهيئه اللي كيرئاسه مدفع عبد الناظر، انا طلبت منه مطلوب من احسن تبتعد على سي ناصر البجي، ولهذا طلب من النهار الاول وفي كل اجتماع دائما وابدا نطلب منه باش يبعد ناصر البجي. علاش؟ والله ماذا بينا ما ندخلوش في الموضوع هذا، لان ناصر البجي اختبنا معايا وانا ثم برشا، يعني اذا كان نحبه نحلله ولا ناصر البجي هو رئيس الجمعيه في وقت من الاوقات، فهمتي؟ ولهذا انا من نهار الاول خسيله، من نهار اللي سلمت الفاتح كما يقولوها سي لطفي عبد الناظر، قلت سي لطفي من الاحسن كونه السيد هذا يبعد على النادي الرياضي الصفاقسي، وزلت ما زلت يعني يعني شويه متشبث بالراي هذا. بالراي هذا كيف بالنسبه لسي عبد المجيد العودني؟ يا سي عبد المجيد العودني ما عندي حتى مشكل فيه، عندي حتى مشكل فيه، هو 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 يعني اطار يخدم عند سي لطفي عبد الناظر، فهمت؟ لصقوه تلصيق في وقت من الوقت. عنيت معناتها سي مصر واحد من الناس جبدهم بالاسم، انا خدمت في سي اكثر من 9 سنين، وانا توا على موجه على الراديو مباشر، انا وعيب ان نتكلموا في العباد، تبارك الله سي منصف راجل عنده مستوى عالي واليوم عنده حق سياسي اللي باش تتمتع به البلاد، عيب ان نقولوا على الناس انا قدام التوانسه اللي يسمعوا فيهم. يا سي المنصف انا قديش من مره وقلت لك ليك انت والسيد لطفي عبد الناظر وسي صلاح الدين الزحاف، بالله كان عندك ادله انت ولا غيرك ولا اي انسان يشوف في روحه وعنده كفاءه وعنده جرأه وعنده الخصليه وعنده الامتيازات الكل يجيب لنا الملفات اللي هي المشبوه فيها وحتى انا عطاولة، خاطر انت رئيس لجنه الدعم وكنت رئيس نادي وعندك يدك طويله في النادي الصفاقسي، بالله يجيب لنا دوزي خلينا نوريه للراي العام وخلينا نحاسبوا الناس هذيا، ما نقعدوش نطيشوا في شعارات اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى صفات وما عندها حتى واحد. سي منصف انت اب روحي بالنسبه للنادي الصفاقسي، وانا باش نقول لك لما ذا ونتحمل مسؤوليتي فيه، على خاطر انا نجم نكون هذه اخر مره بستلم فيها النادي الصفاقسي، وانا بيدي يشرفني اني استلمت في النادي الصفاقسي ونخدمت في النادي الصفاقسي، وخدمت راجل 9 سنين. انا 10 سنين ما نجم حتى حد مهما كانت قيمته مهما كانت الناس اللي تسمع فيها الكل، وكان عنده واحد بخلاف اللي يقول فيه انا تو يمشي يعمل ويقول انا عملت ولا يجيب لي حاجه تثبت لي انا عملت حاجه. بالنسبه لي انا نقول سي مونتي السلامي انت زبري ما تحبش تطيش الناس، لكن الحاجه اللي ميزتك انك ليله مباراه نتاع مباراتنا الاخرانيه جيت طلبت من لعبه النادي الصفاقسي انهم باش يهديوك الانتصار باش يعاونوك في الحمله الانتخابيه نتاعك. وشكرا على المداخله وبارك الله فيك. سي ناصر سامحني قبل ما تغادرنا، سي ناصر هل تاكد اخبار خروجك نهائيا من نادي الرياضي الصفاقسي؟ خروجي ولا قعدي في نادي الصفاقسي، نادي الصفاقسي اكبر مني انا، اكبر من لطفي عبد الناظر، اكثر من منصف سلامي، اكثر من سلاح الزحاف، اكبر من الناس اللي سيرته الكل، داكور؟ لكن عيب انه اليوم نوثقوا ولا نشوهوا العباد، خاطر انت عندك يمكن امتيازات اكثر من غيرك، اما مش الناس الكل تتقاس لا بالفلوس ولا تنجم تمديها للناس مهما كانت. انا عشت راجل نموت راجل، اي انسان يسني بسمعتي قادر باش نواجهه مهما كان اسمه حتى لو كان يكون منصب سلام. باهي دونك ما تاكد لنا حتى شيء سي ناصر، ما فما حتى شيء مؤكد في خصوص مغادرتك للسي اس اس. مش مغادرتي للسي اس اس ما عنده حتى معنى، انا السي اس اس نجم نخرج منها في كل لحظه. واضح، يعطيك الصحة ناصر البدوي كان معنا في المباشر وطلب حق الرد على سي المنصف. سي المنصف تعليق على الكلام هذا؟ أنا عمري ما قلت اللي يكون ناصر البدوي عمل واللي خرج واللي كذا، لا أنا قلت من نهار الأول اللي جاء سي لطفي عبد الناظر وطلب مني رأيي في بخصوص ناصر البدوي، قلت له من الأحسن كونه السيد هذا ما يكونش معنا، هذا هو ولهذا